اهلا اهلا، كي دايرين؟ كلشي مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير الرز بالجمبالة. كيجي الصراحه فواحد الطعم كيجي رائع. قلت علاش نشارك معكم؟ كيجي الرز بواحد الطريقه جد سهله بالطريقه ديال المطاعم. كيجي صراحه ساهل وخفيف وظريف، وفي نفس الوقت المذاق يا سلام يا سلام. انا ما كترش فيه الخضره، درت فيه فقط جمبالة، كتجي الصراحة زوينة بزاف. هاد الطريقة هذه اللي غادي نشارك معكم فهي جد بسيطة، وفي نفس الوقت المكونات ديالها فهم متوفرين في كل بيت. غادي نبداو في الطريقة دي التحضير مباشرة. غادي ناخدو واحد المقلة مقيدة ديالنا، غادي نديرو فيها الزيت وواحد البصيلة، غادي نقطعوها ونحاولو أننا نسوطيوها في المقلة حتى كتذوب لينا واحد شوية كيف ما كتشوفو. نبقاو نحركوها مزيان مع ديك السويته، والزيت فهي كنديروه غير قياس، ماشي شي حاجه اللي كثيره. الرز خاصو يجينا ماشي مزيت، خاصو يجينا ناشف باش يجينا ما يجيوش الحبات ملاصقين، وفي نفس الوقت يجينا صحي. في هاد الاثناء هذا غادي نزيد الجمبالة ديالي، فهي خضرة من مسلوقة ما حتى حاجة، فكلشي غادي يطيب مجموع. أنا ديجا كانت عندي كونجولي صافي. غادي نحاول أني نحركها مع ديك البصيلة، تقلب ليا بجوج. فبالنسبة للكمية فانتوما كتحكمو فيها على حسب القياس اللي بغيتو. فأنا درت واحد الكونتيتي اللي هي كتيرة، فأنا اضطريت أنني ندير واحد الكمية اللي هي وافية ديال الخضرة. كنخليهم مجموعين، كما كتشوفوا في الفيديو كنخليهم يتقلاو هي والبصله. كنزيد العطريه ديالي اللي هي القزبر اليابس، ابزار مليحه، الكاري والثومه بودر والابزار. هادو هما المكونات اللي غادي نخدم بهم فقط. والكاري فهو متوفر، فهو متواجد عند العطار، متواجد في الاسواق الخضراء، كاين فهو كاين والثمن ديالو فهو موجود وثمن مناسب. غادي نخلي هادشي كامل تقلى ليا مجموع كما كتلاحظوا في لا فيديو. في الاول ما غادي نخليه ما حتى حاجه، نخليهم وغادي نزيد واحد معلقة هكا قياس عندكم، معلقة ونص ديال لاصوص طوماط اللي هي سائلة، فهي كذلك متواجدة في الأسواق أو مطيشة الحب، فهما بحال بحال. أنا هنايا خدمت بمطيشة اللي هي سائلة متواجدة. صافي غادي نخليهم يتقلاو مجموعين، وأنا هنايا غير إضافة زدت واحد شوية ديال الهريسة. فانتوما ملي كيعجبكم داك الطعم ديال المذاق ديالها في الأكلات فممكن تزيدوه، فاللي ما تيعجبوش فهو يستغني عليها. أنا فقط كإضافة كتعجبني داك المذاق مع الرز. غادي نسدي ليهم وغادي نخليهم يتقلاو واحد شوية. بعد ما حليت عليهم المقلة ديالي فغادي نزيد نحركهم واحد شوية بعد ما تقلاو ليا مجموعين مع ديك العطرية مع الخضرة الجمبالة اللي طلقتها هي البنة ديالها. هنا غادي نضيف الرز بعد ما غسلته. عندي هنايا مقلة ديال ربعة ديال الرز، فالرز اللي خدمت فيه هو الرز من نوعية ممتازة، وفي نفس الوقت ما كيجيش ملصق كما كتشوفوا معايا. غادي نقلي هاد الطريقه هذه اللي تعلمتوها، فما تحتاجوش انكم تمشيو لشي مطعم باش انكم تاكلوها، فهي كتصلح بزاف ديال الحاجات. ممكن انكم تشويو الدجاج ديروا فوق منها اللحم حتى هو كذلك، الحوت، اي حاجه، فهو كيجي رائع وكيجي اقتصادي وفي نفس الوقت كيجي صحي صحي. هنا شنو درت؟ الرز ما نزيدش عليه الماء، خليته يتقلى شويه بحال ديك الخضرة، بحال ديك البصيلة، بحال ديك المطيشة، كاين غادي يتقلى، ما غاديش نزيد عليه الماء، خليه يتقلى ونخليه يتشرب حتى هو البنة ديال العطرية باش يجيني لذيذ.
الاثناء هذا غادي نزيد عليه الماء، اذا غادي نمرقه وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب لي الرز ديالي في نفس الوقت وحنا كنحضروا باش يطيب لينا دغيا. بالنسبه للماء فما كنكثروش منه، كنبقاو نراقبوا الرز ديالنا باش ما يجيناش لاصق وما يتحرقش لينا. وفوق ما كنلقاو بان الرز ديالنا باقي شاد فيه بحيث على حسب نوعيه الرز، فانا دغيا تيطيب عندي. كاينين فيما كتلاحظوا ان داك الرز ديالكم باقي خاصو طياب، فكتزيدوا شويه ديال الماء كتبقاو غادي معاه دقه دقه باش ما كيجيكمش لاصق. كيف ما كتشوفوا في لا فيديو بعد ما طاب لي الرز ديالي وجد ما جاتش لينا الحبات، ما جاوش ملاصقين، جاو مباعدين. في نفس الوقت كيجي رائع كيف ما كتلاحظوا معايا في لا فيديو كيف ما شاركت معكم. طريقه جد 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 سهله. نتمنى ان لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان نتلاقاو في فيديو جديد بشي حاجه اللي هي جديده واي حاجه كنعرفها فانا ما كندخلش بها، فانا كنبارطاجيها معكم ونخليكم في راحه الله.